الروح القدس الاله الواحد امين، تحل علينا نعمته وبركاته الان وكل اوان دار الدور كلها امين. انجيل معلمنا القديس مرقس الرسول الاصحاح السابع من ايه 32. وجاءوا اليه باصم اعقد وطلبوا اليه ان يضع يده عليه، فاخذه من بين الجمع على ناحيه ووضع اصابعه في اذنه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وقال له افثى اي انفتح، وللوقت انفتحت اذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. فاوصاهم ان لا يقولوا لاحد، ولكن على قدر ما اوصاهم كانوا ينادون اكثر كثيرا وبهتوا الى الغايه قائلين انه عمل كل شيء حسنا، جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون، والمجد لله دائم من ابدين امين. في النص اللي احنا سمعناه ده معجزه، ومعجزه شفاء عملها السيد المسيح لشخص اصم وابكم، انه جعله يتكلم ويسمع. ربنا ادانا ان احنا نخدم الفئه دي، والفئه دي ممكن نخضعها تحت بند الذين ليس لهم احد ان يذكرهم. يمكن حاليا نشكر ربنا ان بدأ في اهتمام كبير بالخدمة دي، لكن في وقت من الاوقات كان الصم بيعتبروهم كم مهمل، وخاصة في مناطق الريفية اللي هي بيعتبروه ان هو يعني مش مصدر دخل للبيت، او بيعتبروه عبء، يعني ان هو مجرد ملوش فايدة يعني. لكن من خلال هذه المعجزة السيد المسيح له المجد يعلمنا ان كل شخص له فائدة وهو يهتم بالجميع. طيب احنا بنخدم مين؟ احنا بنخدم مين؟ نخدم ولاده، يبقى نسميها خدمة ابناء الملك، خدمة ابناء المسيح. الخدمة العملية للمتروكين من المجتمع. احنا بنخدم وربنا اختارنا، طب احنا نطلع ايه؟ احنا نطلع ايه؟ احنا تراب، احنا طين، لكن نضع هذا الطين في يد السيد المسيح يتحول الى ايه؟ اناء جميل. عندما اضع نفسي في يدي السيد المسيح اتحول الى اناء جميل، اقوله شكلني يا رب بنعمتك لكي ان اكون اناء لخدمتك، واستحق ان اكون من ابنائك الخدام. عندنا أنواع كتيرة من الإعدادات لازم الخادم يمر بيها علشان يقدر يتواصل مع الفئة دي. ممكن في بعض الخدمات في حاجات تتأجل، حاجات تتأجل مع الصم، في حاجات ما ينفعش نأجلها، فلازم نكون على قدر من الاستعداد قدر كبير، نكون مستعدين زي ما نقول كده في الليل قبل النهار. لو في واحد دكتور وجاله مريض والمريض ده في حالة خطرة وجاله بالليل، هيقول له ايه؟ استنى للصبح؟ لا، يعملوا حاجة في المستشفى اسمها طوارئ، يخش على طول ويشوف الحالة محتاجة ايه، ويبدأوا يعملوا الاسعافات اللازمة ويبدأوا يشوفوا الحالة محتاجة ايه. احنا خدمتها تعتبر خدمة الطوارئ، ممكن نطلب في اي وقت وفي أي مكان وفي أي عمل، فلازم نحط في ذهننا إن الخدمة دي فيها شيء من الصعوبة وفيها شيء من العمل الشاق. في ساعات مشاكل لما بنأجلها ما بنتدخلش فيها بسرعة، المشكلة تعمل إيه؟ تكبر. فمع الصم لابد من التدخل الإيه؟ السريع، ونحاول ان احنا نسعى ليهم ما نستناش لما هو يسعى ليا. دي بتعمل العمليه نخليهم يبقوا اقرب لينا اكتر، لكن لما نستنى لما هو يجي بالمشكله، وهو ممكن ما يجيش بالمشكله، ممكن حد من بره يتدخل واحنا في الاخر ما عرفناش بالمشكله، اصبحت المشكله ايه؟ مشكله كبيره. لكن لما يحصل حل وتدخل سريع مننا ونبقى متابعين وملمين بالظروف كلها بيبقى الوضع أفضل.
في ناس بتاخد الخدمة زي الوظيفة، بيعمل ايه؟ يجي يمضي حضور وهو مروح يعمل ايه؟ يمضي انصراف، وهي دي الخدمة، وبعد كده خلاص انتهى. لا، احنا دورنا في الخدمة مش عمل وظيفي، لا ده عمل خدمي، انا جاهز لأي وقت ولأي عمل، وجاهز تحت أي ظرف. يعني أنا فاكر في مرة من المرات كان معنا أحد الخدام بيقول له مالك جاي كده شكلك مرهق يعني، فقال لي أنا جاي من مركز الشرطة. طبعا جاي من مركز الشرطة أنا اتخضيت، خير؟ قال لي لا، ده الفلان كان عنده مشكلة وخدوه شاهد، فالضابط ما عرفش يتعامل معاه، فقال له مين يتعامل معاك؟ قال له فلان، بعته جابوني من البيت. حكى لي حكاية كده، انا كنت اول مرة يعني كنت لسه جديد في الخدمة، اتفاجئت بالكلام ده من مدة يعني من حوالي مثلا 15 سنة كده، اتفاجئت بالحدث ده، ان ممكن الواحد يطلب في اي لحظة في اي مكان. راح معاه وترجم له وعرف المشكلة وبدأ يتفاهم معاه ويوصل الدور بتاعه، ان هو بيوصل ويترجم الاشارة ويعرف الرد ويعرف يحل المشكلة. لو ما تواجدش الخادم ده في الوقت ده كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن الولد ده بايت لتاني يوم الصبح، وممكن خد 3-4 ايام، يبقى المشكلة اصبحت ايه؟ مشكلة كبيرة. حاجة تاني برضو ممكن تحصل مشكلة بينهم في نص الليل، محتاجين حد يعمل ايه؟ يتابعهم ويحل المشكلة، وخاصة لما تكون مشكلة مثلا زوجية ويتخانقوا والموضوع يكبر، فلازم حد يعمل ايه؟ يتدخل بينهم ويحاول يساعد على ان المشكلة تتحل. هل هدفي من الخدمة ان انا امجد نفسي واحط نفسي في موضع الشهرة؟ على فكرة في ناس كتيرة بتخش خدمة الصوم من اجل الشهرة، فاهمين ازاي؟ اوضح. في واحد بيدخل عشان يقولوا ده فلان بيعرف في الاشارات، ده لما تشوفه هو في الكنيسة بيترجم في الصلاة والعظات، حاجة جميلة. لما بناخد الخدمة من باب الشهرة خدمتنا تساوي ايه؟ صفر. الخدمة مش شهرة، الخدمة تعب، الخدمة عمل، وخاصة في مجال خدمة الصوم. أهم حاجة إن أنا أوصل المخدوم ده بالمسيح، ودي بتبقى أصعب شوية من التعامل مع الناس اللي بتتكلم، صح ولا غلط؟ انتوا بتجربوا، ممكن اللي بيتكلم من عزة 2-3 يفهم ويختبر ويعمل. الأصم ساعات بيفقد أو تبقى ما عندوش ثقة في اللي حواليه، ودي غالبا متوفرة، بيتهياله مثلا الناس بتتكلم عليه لأنه مش سامع، فتبقى عنده مشكلة. فعشان كده إنه ممكن يجرب لشخص ويجرب لربنا بتبقى فيها صعوبة شوية. فبنجد إن احنا العمل بتاعنا بيبقى أصعب، إن احنا لازم نحاول نربطه بالكنيسة، نربطه بربنا، لأنه هو بيلاقي ان برضو في صعوبة. انت هتجربه من ربنا، اصحابه برا بيعملوا حاجات غلط، محدش بيقولهم ده غلط لان الامور ماشية شوية، فدي بتبقى فيها حتة صعوبة، ان انت بتلاقيه مثلا خاصة في الشباب على يقعد على قهوة مش عارف يعني ياخدوه كده تحت بند اللعب، تحت بند اي بند ممكن يضحكوا عليه ويبعدوه، فبتبقى فيها هنا صعوبة. واهم حاجة في الخدمة اربطه بربنا، علشان انا اختفي ويظهر مين؟ يظهر المسيح. هي دي الحتة المهمة لازم نركز عليها، اختفي ليظهر المسيح. هل هم ليهم لغة ولا ما لهمش لغة؟ ليهم لغة؟ ايه اللغة بتاعته؟ لا لا لا، ملاش لازمة. أهم حاجة لغة الحب، مع احترام يعني، لو بيحبك، لو أنت مش عارف تتكلم معاه بالإشارة هيسمع كلامك ويحس بيه.
واهم حاجه احنا نعامله بالابتسامه والبشاشه والاحتضان ليه الشديد، بيحس بكل الكلام ده. من اذكى الفئات الخاصه الصم، صح ولا غلط؟ من اذكى الفئات. انا فاكر في مره احكي لكم موقف طريف، كان في مجموعه من الصم وواحد بيلعب معاهم، قال لهم تعالوا العبكم، فقاعدين يلعبوا، قال لهم ايه رايكم نلعب كوتشينه، هو عايز يتواصل معاهم. فهو بيلعب معاهم، هم راحوا مشاورين لبعض اشاره معينه، وهو قاعد مية مية زي الباشا، بيبدلوا الورق من تحتيه تحت الترابيزة مع بعض، وهو يلاقي نفسه كل شوية بيخسر. فقال لي العيال دي بتجيب اللي بتلعب ازاي؟ فالمهم خد باله في الاخر، يا اولادي الذين بتضحكوا عليا. هم مع بعضهم بيتواصلوا بلغتهم، هم بيحبوا بعض محبة صادقة، محبة صادقة ما فيهاش اي شيء من الغش ولا رياء ولا حاجة، محبة فعلا صادقة. لغة المحبة اللي بينهم دي أهم من أي لغة، ولما يحسوا إن إحنا بنحبهم بيفتحوا قلوبهم ويطلعوا اللي عمر ما حد يعرفه. ده ممكن ما يستأمنش أبوه وأمه ولا أخواته، ويستأمن الخادم ويستأمن الكاهن. تيجي منين؟ من المحبة. في حتة تاني قلنا يعني ممكن نغلط فيها، إن إحنا نخليهم هم في وضع وإحنا في وضع. بمعنى إيه؟ ما ناكلش من اكلهم، ما نشربش من الحاجه بتاعتهم، دي حته بتبقى غلط. لازم نقترب منهم، لازم نحسسهم ان احنا بنتعامل معاهم احنا زيهم. في ناس تعمل العكس، في مواقف بتبقى عكس بعض، تخليهم برضو ينفروا. واحد يلاقي واحد مثلا منهم بياكل، راح خاطف منه السندوتش طالع يجري، هو بيعمل ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز يوري له ان انا باكل اكلك، او ياخد الكوبايه اللي بيشرب منها ويروح شارب منها. ممكن الأصم يفهمها إن ده بياخد أكله وبيشرب إيه؟ الشرب بتاعه، فيتحول الموقف من هو واحد عايز يقترب منه لإيه؟ لواحد بيكرهه. فناخد بالنا إن لغة المحبة أحاول أوضحها بتصرفاتي. والأصم يحب أكتر برضو تعبيرات الوش، عشان كده كانت في محاضرة من المحاضرات بيقول إن تلاقوا الصم بيفضلوا الحاجات الهندي، الافلام والمسلسلات، عشان فيها تعبيرات ايه؟ وش. يعني انا لما اقول له ايه؟ انا بحبك، باين ان انا بحبه كده، ده واحد داخل يعزي كده مكشر، فمش هيقبل الكلام. لكن انا بقول اهلا انا بحبك، واقرب منه واسلم عليه، فدي بتبقى عامل يعني عامل مهم ان هو يفهمني وافهمه. احكي لكم على حاجه شخصيه. في فترة من الفترات كان لازم أعمل عملية في الأحبال الصوتية، فقالوا لي لازم بعد العملية تقعد مدة ما تتكلمش. قلت لهم دي سهلة، يعني مدة سهلة. فقلت احنا طول عمرنا بنخدم الصم، نجرب نعيش حياتهم ايه شوية. بأمانة ما استحملتش 3-4 أيام وتكلمت، ما استحملتش. فبعدت افكر، كتر خيرهم ان هم بيقعدوا الفتره دي، يعني ان هم يعني عمرهم كله اصبت، يعني حسيت ان انا مخنوق، ان انا في حاجه فاقدها، فشعرت بيهم اكتر. فان انا اتكلمت بسرعه كانت عملت لي مشكله ان انا اضطر يعيدوا العمليه تاني، قعدت مده اطول بقى، اضطريت ان انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت الادب، لازم اقعد ساكت. فكان شيء انا اشكر ربنا انه جعلني امر بتجربه بتاعتهم، استفدت منها على المستوى الشخصي. ان ربنا مدينا نعم كتيرة وساعات بنفقدها. قلت لازم الواحد فينا يفكر في اخواته دول اللي محرومين من النعمة العظيمة دي، ان هو يعبر عن نفسه. وممكن بيعمل اشارات مع واحد مش فاهم، يفهمها غلط، دخله في موضوع تاني. فلازم ناخد بالنا ان لغة الحب مطلوبة والتواصل معاهم مهم. تتواصل مع الاصم، خلي بالكم الأصم بيكشف الخادم المزيف، وبيكشف الخادم اللي بيحبه. هل يستطيع ولا لا يستطيع؟ ايه؟ بيستطيع بسهولة. ناخد بالنا ان الصم ما بيضحكش عليهم. احنا ممكن نمثل على بعض ان احنا بنحب بعض
والأمور تمشي. لكن بالنسبة للصم بيكشف الخادم بسرعة وبسهولة، وبيعرف الخادم اللي بيحبه وبيخاف عليه من الخادم اللي بيمثل عليه، بيعرف الخادم اللي بيحاول يحميه من الخادم اللي بيحاول يرميه، بيعرف كل حاجة، لأن زي ما قلنا أعلى نسبة زكاة اللي هو فين؟ في الصم. فناخد بالنا إن الأصم إنسان له كيانه ولابد من التواصل معه. بالنسبة للأصم برضو أحاول أهتم بيه، أحسسه بالاهتمام الفردي ومهملش الاهتمام يعني بالاهتمام بالكل. يعني أحاول أحسس كل واحد لوحده إن أنت إيه؟ أنت أنا مش ماليش حد غيرك، لكن بالنسبة للمجموع أنا برضو مهتم بالمجموع. مش معنى كده إن أنا أخد جنب وأسيب إيه؟ وأسيب جنب، لا، أنا بحب الكل وبتعامل مع الكل وفي نفس الوقت مهتم بكل واحد. دي بتخلينا يعني بنجرب اكتر منهم وبنحاول ان احنا نعرف ظروفهم اكتر. وايه اللي يخليني اعرف ظروفه؟ لما اعرف ظروفه والم بالحاجات المحيطه بيه بعرف اتعامل معاه اكتر، وخاصه بقى لو ليا علاقه باسر اسره المخدوم نفسها وظروف البيت، واقعد معاه واكل معاه في البيت، بتبقى على فكره ليها مردود كبير. انا فاكر في مره كان اول ما بدات الخدمه قالوا لازم تزور المخدومين في البيوت. طب انا لسه يعني ما كملت الشهر في الخدمه، الاشارات ضعيفه والعمليه صعبه شويه، فقالوا لي بص عشان تروح تروح مع خادم كبير، يعني خادم عشان يبقى عارف وهم يعرفوا ان انت اللي هتمسك الحاله، تتابع معاهم بحيث ما يبقاش غريب على الاسره ان انت داخل مع ناس ما يعرفوكش من اول مره. دخلنا اول مره فوجئت ان هم عايزين يطلعوا كل اللي في البيت يحطوه قدامنا. ليه؟ ترحيب، دي نقطة. النقطة الأهم محبتهم اللي باينة، وحاسس ان انا خاصة كنت رايح له بلد تاني جنب بني مزار، يعني حاسس ان انا جاي له من البلد التانية دي، يعني رايح له مشوار حب لي ومهتم بي، فعشان كده كان فرحان ان انا ايه مهتم بي. فعشان كده انا لما دخلت البيت عرفت البيت وعرفت الظروف وتعاملت معه عن قرب، فكان بالنسبة له شيء ايه؟ شيء جميل ان انا مقترب منه. الخادم المفروض ما يفضلش عند مستوى معين، يحاول يطور نفسه، يحاول يطور من نفسه. طب يطور من نفسه ازاي؟ فيش اساليب ولا في اساليب؟ في اساليب كتيرة. أول حاجة محاولة معرفة كل ما هو جديد، وفي حتة يعني بدأنا نركز عليها وخاصة في المؤتمر ده موضوع النواحي الطبية. احنا زمان كنا بنحاول نركز على معرفة إشارة، معرفة سلوك وخلاص، النواحي الطبية كنا بنهملها. نشكر ربنا ان المؤتمر ده بنركز على النواحي الطبية، ونشكر ربنا ان في مشاكل كتيرة بدأ يبقى ليها حل غير زمان. يعني زمان علشان كنا نعمل لحالة مقياس سمع وسماعة كنا لازم نطلع من بني مزار على القاهرة، والسماعة مثلا إجراءات السماعة دي تاخد فترة مثلا ممكن تخش في سنة. حاليا أصبحت العملية أقرب شوية، يودونا المنيا، إن شاء الله هتبقى في بني مزار. أصبح العملية كل شوية مع التطور بنستفيد منه، يعني بنحاول نوصل لحل اللي هو نفيد بيه الأصم. لازم الخادم يطور من نفسه بتخصيص وقت ان هو يطلع على الابحاث الجديدة، يطلع على لو في دورة تدريبية حصلت وهو ما حصلش ظروف ليه ان هو يروحها، يشوف ايه اللي اتخذ في الدورة دي وايه الموضوعات وايه الابحاث اللي نزلت الجديدة ويحاول يقراها. جات له فرصة ان هو يحضر يبقى افضل ان هو يروح يحضر دورة تدريبية ويتعلم، لأن ده بيطور منه من معلوماته ويخليه أقرب فأقرب من المخدوم. في حتة كمان مهمة يمكن لفت نظر ليها الدكتور نصيف، هو التعرف على الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بخدمة الصم. أحيانا كتيرة بنهمل الحتة دي، في ناس ربنا مثقلة بالخدمة وبتهتم وبتطلع حاجات جديدة وبتحاول تساعد وتحاول توصل للأصم في أبعد مكان. ليه أنا ما استفدتش من كده؟
ليه ما شجعش الناس اللي عايزه توصل للاصم ده ان انا اخلي اكون معاهم قريب منهم واوصلهم للاصم اللي عندي، ممكن يفيدوه برضه، يبقى يستفيد مني ويستفيد منهم، يبقى انا استفدت من كل ما هو محيط بي، استفدت من الابحاث الجديده، استفدت من المؤسسات، من الجمعيات، من التطوير، من اي مراحل تطوير استفيد منها. لازم الخادم يعمل عملية مقياس لنفسه. السيد المسيح كان بيعمل حاجة، أول حاجة كان الصبح يعمل إيه؟ يشوف شغله، إيه شغله؟ يقولك ينبغي أن أعمل مدام نهار. كان بيعمل إيه؟ يقابل السامري، يشفي مرضى، يقعد مع الخطاة. مش كان بيقولوا ده صاحب العشرين والخطاة؟ مش هي دي كانت التهمة بتاعته؟ يجي بالليل كان بيعمل ايه؟ يقولك الانسحاب للصلاة. يبقى عمل ايه؟ شاف شغله وعمل ايه بالليل؟ بيصلي. الخادم يجب ان لا يبعد عن الصلاة، والصلاة المستمرة، والصلاة من اجل المخدومين. مين فينا، كل واحد كده يجاوب السؤال ده جواه، حط او بيحط اسماء المخدومين بتوعه كل قداس على المسبح، او هو في القداس مثلا يصلي لهم؟ نفكر كده، يبقى عملناها مره مرتين وبعد كده بطلنا، وممكن نكون ما بنفتكرهاش خالص، ممكن يعني نبقى نفكر ان احنا نحط، لما نحط في بالنا نبقى يعني نأجل مش هنعمل، لكن نخليها تدريب أساسي. نفتكر سيد المسيح كان وسط المخدومين وبالليل بيصلي، يبقى أنا لازم أحط باستمرار إن أنا أصلي من أجل خدمتي ومن أجل المخدومين. أربط نفسي بكلمة ربنا، لما أربط نفسي بكلمة ربنا بالتالي المخدوم هيرتبط معايا بكلمة ربنا، لأنه بيستمد كل حاجة من الخادم، كل أنشطته بيستمدها من الخادم. لو لأن الخادم بيروح الكنيسة بيروح معاه الكنيسة، الخادم مهتم بيه عشان توصيل كلمة ربنا بيقبلها، لأن وصل بينهم لغة الحب، خلاص اتظبطت بينهم، فخلاص بيبدأ يقترب أكثر إلى أكثر فأكثر من كلمة ربنا. طب إيه اللي يستفيده من إن أنا بصلي له وبيقترب من كلمة ربنا؟ ما بنواجهش صعوبات مع مخدومين مش عارفين نغير سلوكهم؟ بنواجه ولا مش بنواجه؟ بنواجه. الكلمة ربنا والصلاة تخليه يغير سلوكه من غير ما نبذل مجهود اكتر معاه. ليه؟ لأحنا بنسيب ربنا يشتغل، زي ما قلنا في البداية، اختفي انا ليظهر المسيح. لكن اللي بيدور على زي ما قلت في البداية مجد شخصي وانه يطلع يشاور ويعمل، خدمته تساوي ايه؟ تساوي صفر، اصبحت خدمه ملهاش لازمه. الخادم اللي مش مرتبط باسرار الكنيسه مش هيعرف يوصل اسرار الكنيسه للمخدوم. حقيقه يعني في بدايه الخدمه لما كنا نقول هنعمل قداس خاص بالصم والبوك، طبعا دلوقتي بيعترضوا على كلمه البوك بنقول الصم بس، في البدايه يعني زمان كنا يدوبك حافظين حاجات بسيطة في القداس، فكنا نخلي ان القداس يمشي سريع علشان بنترجم ايه جزء صغير والمخدوم ما بيستفدش. نشكر ربنا وصلنا حاليا ان ما فيش كلمة في القداس مش بتترجم، اصبح المخدوم بيستفيد ايه اكتر فاكتر، واصبح المخدوم حافظ وعارف خطوات القداس. احنا عندنا تجربة في بني مزار بنعملها خاصة في أسبوع الألام. أسبوع الألام طبعا عارفين الكنائس، الناس عارفين طبعا كل الشعب بيصلي في المواسم، بس السنة بياخدوها أجازة. طبعا عارفين في أسبوع الألام الكنيسة بتبقى إيه؟ زحمة. عندنا في الكنيسة خلاص الشعب اتعود إن الجزء ده في جزء معين في الكنيسة بنقفله، ده بتاع الصم، محدش يروح يقعد فيه، مخصص ليهم يحضروا معانا البسخات الصباحية والمسائية وخميس العهد والجمعة العظيمة وابو غلمسيس والعيد. اصبحوا مرتبطين
باسبوع الالام بدايه من جمعه ختام الصوم. طبعا انا بحكي لكم على التطور، كل شويه كنا بنزود، بدانا بالجمعه العظيمه شويه، بدانا خميس العهد والجمعه العظيمه شويه، بدانا نزود يوم قبل الخميس العهد، بعد كده الثلاث الاثنين حد الزعف جمعه ختام الصوم، بعد كده زودنا ابو غلامسيس. كل سنه كنا بنزود حاجه لغايه ما وصلنا حاليا نشكر ربنا ان اسبوع الالام بيحضروه كامل في مكانهم، وبياخدوا بحسين كده بفرحة ان هم وسط الناس وفاهمين ايه اللي بيحصل، اصبحوا مرتبطين بالكنيسة، وده يعتبر مقياس نجاح. اي نعم خد وقت لكن في الاخر تحقق. بعد كده بنفكر يمكن ربنا يدبر نخش على تسبيحة كهك وسبعة واربعة، وربنا يدبر ان هو برضو يعني تمشي واحدة واحدة والامور تبقى كويسة. لما الخدمة تنجح وربطنا اولادنا بالكنيسة ممكن ما نتعبش في ان احنا نجيب الناس البعيدة بقى، هم يعملوا ايه؟ يشتغلوا، يأتي ويأتي معه ايه؟ اخرين، يجيب اصحابه بقى البعاد زي ما كده يقولوا تعالى ايه؟ تعالى وانظر، وجدنا مسيح، هو شاف المسيح خلاص هو يبدأ يشتغل، والصم يسمعوا من بعض اكتر من اي حد. عن تجربتنا العملية ان هم بيسمعوا البعض اكتر، لو واحد خد واحد بره الكنيسة كله بيمشي وراه، جابوا الكنيسة كله بيعمل ايه؟ بيمشوا ورا، بيبحثوا كده عن القائد الخافي وسطيهم. في قائد خافي وسطيهم، لو عرفت القائد هتعرف تحرك كل ايه؟ كل المجموعة، كل القطيع يتحرك معاك ورا القائد. تضع يدك على القائد تحركت بكل القطيع. لازم أهم حاجة إن أنا أكون قدوة لهذا المخدوم. ودي اهم نقطة واخر نقطة عشان ما نطولش على حضراتكم. الخادم المرتبط بكلمة الله مرتبط بالكنيسة تبقى حياته قريبة من ربنا ويعكس صورة المسيح التي في داخله. لما المخدومين يرتبطوا بالخادم هيستمدوا منه، هيصبح هو قدوتهم. لو الخادم ده شافوه في الصبح في الكنيسة بالليل في مكان تاني هيعملوا زي الصبح في الكنيسة بالليل في مكان تاني. في احدى الابرشيات جنبينا انا اتعلمت من احد الخدام حاجة، قالوا لي فلان ده الاجتماع بتاعه الساعة 6 بالليل، قال لي من الساعة 10 على القهوة. لا مش حاجة وحشة، بيروح يلم العيال، لا بيروح يلم العيال من على القهاوي، بيبدأ يلم فيهم من الساعة 10 الصبح لغاية ما يروحوا الاجتماع بالليل الساعة 6. ايه رأيكم في العمل ده؟ عمل شاق مش سهل، يلف عليهم علشان يجيبهم. بعد كده عرفوا ان هو بيروح لهم المكان ده بدأوا يغيروا المواعيد، يروح لهم البيت. فتيجي ان هي ايه؟ بيعرف الاماكن ويبحث عنهم ويبدأ يدور عليهم ويجيبهم. هم شايفينه كقدوة ان هو ما بيروحش الاماكن دي، ده هو رايح بس عشان خاطر ايه؟ يجيبهم. فخلاص خدوا ان فلان ده بتاع الكنيسة، احنا بنحب فلان لانه بيدور علينا بيلاقينا، خلاص هنروح معاه فين؟ الكنيسة. الحاجات دي ما بتجيش في يوم وليلة او بالفانوس السحري، لا ده عايزة نتعب. عايزة ايه؟ عايزة نتعب، نتعب وندور عليهم، نحبهم هيحبونا، مش هنتعب معاهم. لغة الحب إذا دخلت بيننا وبين المخدومين مش هنتعب في أي شيء. أنا على المستوى الشخصي يمكن بعد الكهنوت انشغلت عنهم شوية كتيرة، لأن طبعا انتوا عارفين في حاجات كتيرة بتسحب كده، فحسيت نفسي إن أنا كده إيه يعني اليوم اللي بيشوفوني فيه كأنه مثلا يوم عيد، بس حسيت إن التقصير عندي، حسيت إن هم يعني باجين على العلاقة وباجين على الحب، مش بينسوا زينا إحنا كده بننسى بعض، لا بيفضلوا مستمرين وعايزين يصلوا معانا وعايزين وعايزين وعايزين، بيتمثلوا بالقدوة وعايزين يعيشوا حياة داخل الكنيسة. ناخد بالنا ان احنا تصرفاتنا وحركاتنا مرصودة. هما بيعملوا ايه؟ بيسجلوا فلان عمل وفلان عملت، فلان راح النهاردة فلان جه النهاردة، مرهمش حاجة غير كده. وهما بيطبقوا المثل يتمنوا لك الغلط ويبلعوا لك ايه؟ بس في حالة ايه؟
حالة ايه؟ المحبة. المحبة. ولو في محبة مش بيتمنوا غلط خالص، حتى لو غلط بيعدوه من نتيجة الايه؟ المحبة. اهم حاجة ان نحن نحبهم على كده يعملوا ايه؟ يحبونا. اكون قدوة ليهم، ارتبط انا بكلمة الله والصلاة، اربطهم بكلمة الله والصلاة، اربطهم بعد كده بجسد الرب ودمه عشان تكون ليهم الحياة الابدية. اهم نقطة اللي بنغفلها، خد بالك اول كلمة قالت لي من احد الاباء وانا لسه خادم صغير في مجال، لسه داخل من خدمة صم جديد، قال لي خد بالك ان ممكن ده المخدوم ده يكون هو السبب اللي هيوديك السماء. حط في ذهنك دي ان ده الطريق اللي يكون هيوديك السماء، فتمشي وراه وتمشي في الطريق ده عشان توصل للسماء. هتهمل الطريق، ممكن تضيع منك ايه؟ السماء. خد بالك ان المخدوم ده هو يكون سبب خلاصك وسبب وصولك للحياة الأبدية. هتوصل، هيوصل معاك. ربنا يدينا ان احنا نكون خدام نافعين عاملين، وكلمة ربنا تكون عاملة فينا ونعكسها على المخدومين، ونقرب ليهم ويقربوا لينا، وتكون لغة الحب هي اللغة السائدة، لأن ربنا يقول عنه أنه الله محبة، ونحن نحبه لأنه أحبنا أولا. إن كان الله أحبنا فيجب أن نحب بعضنا بعضا، ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.